قالت الحكومة القطرية إنها ستقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن ما وصفته بأنه انتهاك لحقوق الإنسان. حكومة دولة قطر بدأت فعلا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية. هذا وقد قطعت كل من الإمارات والسعودية علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران من العام الماضي، وأغلقت طرق السفر مع الدوحة التي تتهمها الدول المقاطعة بأنها تدعم الإرهاب. الدوحة تنفي هذه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الضغوط تهدف إلى تجريدها من سيادتها.